حلينا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم أمس حلينا بكالوريا 2016 الموضوع الثاني التمرين الرابع، هذا حلينا الجزء من واحد إلى جيم، هذا الجزء الثاني. اليوم نكمل التمرين 2 ألف بين أنه صح لي مش شفنا الحل البارح، وهو أمامكم الحل ودرناه البارح وراني نشرته على الصفحة متاعي، الصوت واضح حسبنا جيد. لك حاضرين معايا باللي درنا جدول التغيرات، صفحة وآية صفحة أمامكم، صفحة واحد وحسبنا النهايات ودرنا النهايات صفحة واحد، والصفحة اثنين احنا حلينا ومشروع موجودة في صفحة فيسبوك. كذلك رقم ثلاثة صفحة ثلاثة حلينا كذلك الأسئلة لدرجة قيم متوسطة والإشارة وكذا وكذا. صوت ناقص تسمعوا فيها؟ هل الصوت واضح؟ جيد، اللي ما عندوش مشكلة عندك عم كامل يسمعوا صح. توقفنا هنا تمرين هنا قالك تمرين واحد جيم، أدرس اتجاه تغير الدالة ثم شكل جدول تغيراتها، وقلنا باللي إشارة F فتحة لإكس من إشارة X جي X لأن أسية دوما مشبه وهذه دوما مشبه، ودرنا إشارة X وإشارة جي X، ودرنا جدول إشارة قلنا X سالبة مشبه، وتبعنا إشارة جي لي X رانا خادمينها من قبل إشارة نتاعها هاي ليك إشارة اللي فيها ألفا، ودرنا القيم تاعي جي اف لألفا واف لصفر، أعطي لنا جدول ولا كتبنا جدول التغيرات. اليوم بحول الله سنكمل السؤال الذي بعده. نعم نعم يعني بعثته، نعاود نبعث الحل أكيد أكيد، نعاود نرسل الحل اليوم يا جماعة. اللي يقول اللي راه يقول الصوت مش واضح، راه عندك المشكل، راه عندك المشكل، حاول كيفاش تصلحه. هنا سؤال هنايا 2 ألف بين أن أف لألفا تساوي ألفا مربع زائد 2 ألفا زائد ألفا زائد 2 على ألفا ناقص 2، ثم ستنتج حصرا للعدد أف لألفا. هاي جماعة ماذا نفعل؟ جماعة كاين مجموعة، مجموعة اللي قال تيجرام تلقاها مجموعة صح. هنا ماذا نفعل؟ جاوبوني واش قال لك. أول حاجة نكتب السؤال اللي أعطاه لي، تبيان أن صفحة خمسة، نكملوا هاي نكملوها نفس صفحة خمسة صفحة ستة صح، باج سيس صح. تبيان أن F لألفا تساوي ألفا مربع زائد 2 ألفا زائد ألفا زائد 2 عفوا زائد 2 على ألفا ناقص 1. هاي لك هذا السؤال غالبا يجي في المحاولة واضح. ماذا نفعل؟ ها أوليك F لألفا ماذا نفعل؟ جاوبوني ماذا نفعل يا جماعة؟ هاي بنبدأ في الحل بحول الله، مش نديره بسرعة راح نبين لك أن F مشكل وين؟ مشكل هاي ليك الاف وراء اف، هاي ليك الاف، هاي ليك الاف. نعوضوا يا جماعه ماذا نفعل؟ نعوضوا الاف الالفا في الداله اف ولا في العباره اف لاكس صح. واش ندير؟ نعوضوا الفا في الاف لاكس، ها نعوضوا هنا اكس مربع تولي الفا مربع هاي ليك الداله، هذا تواضح تكون واضحه، هاي ليك تولي اكس مربع او اكس مربع اسيت الفا على اسيت الفا ناقص اكس. واش تولي هاي ليك؟ تولي نكتبوا الداله، نكتبوا اكس اول، نكتبوا اف اكس مع بعضي باش نذكركم فيها، هي عندي اكس مربع اسيت اكس على اسيت اكس ناقص الاكس، يعني اكس ارواح نعوضوا يا جماعه، نعوضوا الفا في الاكس بلس الاكس تولي اف لي الفا. واش تساوي؟ تولي الفا مربع اسيت الفا على أسية ألفا ناقص الألفا. تقول لي يا أستاذ هل توجد، ولا نسقسيكم هل توجد علاقة بين هذه وهذه؟ شك تشوفوا شوفوا العلاقة، هل هناك علاقة موجودة بيناتهم؟ تقول لي يا أستاذ لا علاقة بيناتهم،
نعم تفضل تفضل، اللي عنده سؤال يتفضل. مش عنده، باش خلونا نبداو يا جماعه، باش ما تدخلش الاسئله هذه. نكتب اللي قال الاستاذ، واش كاين السؤال؟ تفضل. ما كان المشكل الصوره عندك مش عندي، كليكي على البروفيل تاعي تلقاه، في البروفيل تاعي تشوف الصوره في الزوم. صح، نكمل العمليه. هنا جماعه قلنا الالفا نعوضها هنايا، انا عوضناها خلاص. الواحد هذيك خلي نكمل لك هذه، بعد نرجعوا للفكره هذه، خلي نكملوا هذه بعد نروحوا تاع روحي المقامات او نعوض. هنا تقول لي يا استاذ ما كاينش علاقه، هنا اصلا اسيه الفا ما عندناش، ما عندناش أس... ما عندنا هنا ما كاينش اسيه، معناه يجب التخلص من اسيه الفا. اذا كانت الان نتخلصوا من الان، اذا كانت اسيه نتخلصوا من اسيه، اذا كان مثلا ما على باليش الفا مكعب نتخلصوا من الفا مكعب. هنا واش تقولوا لدينا؟ واش عندي؟ لدينا الفا ماذا فعلت؟ الفا عدمت للجي. لدينا ان الجي لالفا واش تساوي؟ تساوي الصفر. او حاجه نكتبوا الداله جي لاكس، عفوا عباره جي لاكس، او نكتب الداله جي. اعطوني عباره جي لاكس. ها جي لاكس اثنين اسيه اكس ناقص اكس مربع ناقص اكس، هكذا هاي ليك. معناه لدينا ان الجي لالفا، الجي لالفا ماذا فعلت؟ دائما الفكره هذه يا جماعه، نروح الجي لالفا، نروح نعوضوا الفا في الجي. راه واش تولي؟ تولي جي لالفا ماذا تساوي؟ تساوي 2 اسيه الفا ناقص الفا مربع ناقص الفا تساوي الصفر. جيد، لان الالفا تعدم للجي، ودرناها البارحه هذه يا جماعه. نستخرج ماذا نستخرج؟ لان نشوف يا جماعه، شوف دير مقارنه بين هذه وهذه. نخلصوا نريد التخلص من اسيه الفا، اذا نستخرج اسيه الفا من هنا. اذا ندي هذو الطرفين الاثنين، ندي هذه، اذا واش تولي؟ تولي 2 اسيه الفا تساوي الفا مربع زائد الفا، يعني نعكس الاشاره طبيعه الحال. هكذا تاكدوا لي من جي. جيد، ثم نقسم عليها. اذا اسيه الفا ماذا تساوي؟ تساوي الفا مربع زائد الفا على 2. انا لقينا اسيه الفا. هذه اسيه الفا تقول لي استاذ واش نديروا بها؟ جيد، ماذا نفعل بها؟ ماذا نعمل؟ شنو دلها هذه؟ يقول يا استاذ نروح نعوضها في اف لالفا، نعوضها هنا، نعوضها هنا، ونعوضها كذلك هنا. فهمنا؟ شكون اللي مش فاهمين نعاود له؟ شكون اللي مش فاهم نعاود له؟ فاهمين؟ مفهوم؟ اكتب اكتب. نعاود، معليش مش مشكل، مش مشكل، في الإعادة إفادة. هنا قلنا عوضنا الألفا يا جماعة، عوضناها في الجي. أول حاجة عوضناها في الآف، عوضناها في الآف طبيعة الحال. ألفا مربع أسية ألفا أسية ألفا ناقص ألفا، هاي ليك. بعد واش ترى عندي اشكال، ما هو؟ تقول لي يا استاذ انا اريد اف لالفا، هاي اف لالفا واش عندي؟ هنا ما كاينش اسيه الفا اصلا، لا توجد اسيه الفا، يجب التخلص منها. يعني كي تخلص منها ماذا نفعل؟ روح الفا ماذا فعلت؟ الفا واش دارت؟ الفا تقول لي يا استاذ الفا تعدم لك الجي. نعم تعدم لي الجي، اذا جي الفا واش تساوي؟ الصفر. وانا عندي عباره جي، نعوض الفا في الجي. تولي 2 اسيه الفا ناقص الفا مربع ناقص الفا، ها هي ليك، ها عوضناها هنا. ونستخرج اسيه الفا كم تساوي؟ واش تساوي بدلاله الفا؟ بدلاله الفا، هاي الفا مربع اسيه الفا بدلاله الفا، تولي اسيه الفا زائد الفا على 2. هذه ماذا نفعل؟ نروح نهزها نعوضها في اف الفا، نعوضها هنا ونعوضها هنا. تفهمنا؟ هذا الشكل، مازال ما عوضتش، نوريكم فقط. اذا نكمل العمليه. إذا اف لالفا ماذا تساوي؟ تساوي الفا مربع، افتح قوس ونحط انا هذه، الفا اس 2 زائد الفا على 2 على هذيك اسيه الفا، نحط فيها هذه. نعم دائما دائما الفكره هذه. جيد، اذا واش تولي؟ اذا كانت عندنا الان نتخلص من الان. اذا كانت عندنا مثلا هنا عندي الفا مكعب وانا ما عنديش مكعب، نروح نتخلصوا من الفا مكعب. كاين تمارين، كاين تمارين بزاف فيها. اذا نحاول نشرحهم كما تاع خاصه تاع الفا تاع مكعب، يعني داله كثيره حدود ولا داله ناطقه. خلاص نكمل العمليه. اذا واش تولي؟ تولي الفا مربع زائد الالفا على 2 ناقص الالفا. ماذا فعلت؟
عوض تسمع عوض هنا وهنا فقط، عوض هنا وهنا إليك، عوضناها بقيمتها. تمرين اللي يقول لي هنا التمرين، يسمع نحلو في باك 2016 الموضوع الثاني التمرين الرابع. ها هو لك تمرين، ها ها هو لك تحب تصور ورين ناشرة من قبل. اسمع كي يحب لي يحضر الحصة يلتحق لقد يدخل الصفحة في التليجرام ولا الصفحة نتاعنا يلقى التمرين باش يقدر يحط معانا. دائما انا مستحيل ندير بث مباشر ولا حصه مجاني ولا حصه ولازم ندير واش راح لازم ندير هدف ولا واش راح ندير في الحصه هذيك باش توجد روحك صح. هنا تقول لي يا استاذ هنايا روحوا لوحدوا المقامات ننشروا هذه وهذه نوحدوا لها المقامات كما حبيتوا تنشروا ننشروا ولا ما كما حبيت صح. انا ليش ننشروا وبعدين نخرجوا على المشترك وراها المشكل. ننشر هذه في هذه تقول لي الفا اس 4 هذه في هذه نشر يا جماعه راني نشر ندير هذه في هذه وهذه في هذه واش تولي تولي الفا في الفا مربع في الفا مربع تولي الفا اس 4 الفا مربع في الفا تولي الفا اس 3 على 2 الفا اس 3 وهذه نوحدوا لها المقام تاعها هذه في هذه وهذه في هذه الفا مربع في الواحد تقول لي يا استاذ الفا مربع الفا في الواحد الفا هكذا 2 في ناقص الفا ناقص 2 ألف ونوحد واجمع هذه في هذا وهذا في هذا دائما نبدأ منها على كم؟ على 2 عندي نفس المقام راح يروح المقام على المقام مجمع كي تلقوا المقام مجمع كي تلقوا مثلا لحظة نشوف كش مع وقف كي باينة باش ما تتعبس روح إذا كان لهم نفس المقام راح يروح المقام على المقام كي يقولوا 2 على 5 على 7 على 5 ما كان لا دير في الضرب في المقلوب ولا البعيد في البعيد لا لأن البعيد في البعيد قريب في القريب 2 في 5 2 في 5 على 7 في 5 تروح 5 مع 5 لا تروح نحطوا المقام مع المقام اذا راح يروح 2 مع 2 واش تقعد لك اذا الف لالفا واش يساوي الفا اس 4 زائد الفا اس 3 على الفا مربع زائد 2 زائد الفا وناقص 2 الفا واش تولي ناقص كم ناقص الفا نزيدو نبسطوها قولي نعم يا استاذ واش نديرو ماذا نفعل هل هذا التبسيط الاخير اي شاركوني معكم اي نخدمش وحدي شو نديرو؟ نختزلو ألفا قبل كيفاش نختزلو؟ تروح هذه مع هذه جيد خرجوا ألفا مربعة لا كاين هنا ماكسي المينيموم هذه ألفا ألفا فقط جيد إذا خرجوا إف لألفا وش يساوي؟ خرجوا هنايا ألفا كعامل مشترك تولي ألفا أس ثلاثة زائد الفا مربع كل واحده نقص منها واحده وهذه الفا تروح واحده تقعد واحده وهذه ناقص كم واحد جيد راح تروح هنا راح تروح الفا مع الفا ايش تقعد لك واخيرا اف لالفا ماذا تساوي الفا اس 3 زائد الفا مربع على الفا ناقص واحد صح. قل لي يا استاذ هل هذه تشبه هذه روح هذه هذه تشبه هذه اللي عطاها لي روح واش ندير انا قريب نوصلوها ان انا في نصف الطريق مش نصف الطريق لا بل قريب للطريق قريب نوصل اي روح ماذا نفعل جيد يا تقليد قسمه اقليديه مش تقليديه قسمه اقليديه يا قسمه اقليديه يا نوحد المقامات كما حبيت واش رايك نروحوا نديروا الطريقه الاولى طريقه القسم القيدي نقسم هذا على هذا صح نروحوا نعم كما حبيت كما حبيت اكيد الحق لهذه خلاص توحيد المقامات واش رايك ما يجاوبوني باه نبدا باه نبدا باه يجيك سهل نخدم بها طريقه واحد توحيد عين وحده من جهه تخلي هذه خلاص خلي هذه نعم نعم نخدم من في زوج هذه تخلي عليها تقول له من جهه واش عندي تكتب له هذه ما ديش افي الفا تكتب له هذه تكتبها واش حد تساوي تخلي ما ديش افي الفا تكتب له هذه اكتب هذه عندي الفا مربع لحظه نبين لكم واش عندي عندي الفا مربع زائد 2 الفا زائد 2 زائد 2 على الفا ناقص 1 ماذا تساوي هذه واش تساوي هذه
انه مو مدير تساوي قدامه ما كفتنيش فقط دير هنا وش تساوي هذه وش تساوي تكفينيش نروح نوحدوا المقام تاعها المقام تاعها واحد دير هذه في هذه وهذه في هذه هاي وش في الفا مربع في الفا نحن نشرج مع هذه في هذه هذا في هذا وهذا في هذا وهذا هذا في هذا وهذا في هذا وهكذا تكامل على بيت عفوت واحد المقامات مستحيل واحد علمي ما عاش واحد المقامات الفا مربع في الفا الفا اس 3 زائد الفا مربع في ناقص واحد ناقص عفوا ناقص ناقص الفا مربع زائد 2 الفا في الفا زائد 2 الفا مربع 2 الفا في ناقص واحد ناقص 2 الفا ثم 2 في الفا زائد 2 الفا بعد 2 في ناقص 2 في ناقص واحد عفوا ناقص 2 على كم على قلنا هذا في هذا 1 في 2 قلنا هذه في هذه درناها خلاص واحد في اثنان سيناها فقط قلنا هذه في هذه زائد اثنان صح نكمل العملية بعد هذه في هذه وهذه في هذه واحد قلنا هذه في هذه وهذه في هذه على واحد في ألفا ناقص واحد إذا نشوف تقول ألفا ناقص واحد ماذا تسوي وش يسوي نكمل العملية عندي ماذا تلاحظون هنا تقول لي يا أستاذ أنا عندي 2 الفا تروح مع 2 الفا وناقص 2 تروح مع ناقص 2 واش عندي الفا الفا مكعب ناقص الفا مربع مع زائد 2 الفا مربع واش تولي تولي زائد الفا مربع هكذا وهذه الفا ناقص 1 شوف مليح اسكو نفسها ولا لا هل هي نفسها ام لا شوف هنا لقينا وتساوي واش لقينا اف لالفا هذه اذا اهو منه ومنه اف لالفا واش تساوي؟ تعاود تكتب له العباره اللي وحدنا لها المقام الفا مربع زائد 2 الفا زائد 2 زائد 2 على الفا ناقص 1 فهم هذه فكره خلاص؟ الطريقه 1 شكون اللي ما فهمش الطريقه هذه؟ ننتقل الى الطريقه 2 طريقه القسمه الاقليديه القسمه الإقليدية ما نقولش تقليدية قسمة إقليدية أنا ما فهمتش دوك نعاود دوك نعاود شوف معايا واش راني درت هنا رانا وحدنا المقامات فقط وحدنا شوف شوف نعاود هذه مفروغ منها بسطناها ودرنا من أف لأف انطلقنا لقينا هذه العبارة كي لقينا هذه العبارة هل وصلنا إلى العبارة التي يريدها واش اللي يحوس حوس لأف لألفا ألفا مربع زائد 2 ألفا زائد 2 هذه العبارة ما لقيناهاش كيف كيف ايش كيف كيف ماشي متبلاش معناها انت تخمم شوف ما وش ما هي العمليه التي اجريها كي يكون نفسها تقول يا استاذ هنا ما هنا كاين كسر ولا ما كاينش كسر معناها لازم عليا نروح لوحد المقامات اذا وحدت المقامات وخرجت في هذه راني صحيح خلاص انا واش درت انا الطريقه الاولى وحدت كم المقامات لازم يكون بسط ومقام ولا لا هنا وحدت مقامات اجمع واحد الفا مربع في الفا الفا مربع في ناقص واحد وهكذا تعرفت واحد المقامات بطبيعه الحال الفا مربع في الفا هذه في هذه وهذه في هذه بعد وحدنا المقامات تمين ناخذ خدمنا كذا راحت هذه مع هذه وهذه مع هذه الفا اس 3 ناقص الفا مربع مع زائد 2 الفا تولي الفا مربع كي هذه لقيناها نفسها كي لقيناها واش لقينا؟ لقينا العباره اللي خرجنا فيها منذ قليل خلاص وتساوي اف ومنه اف لالفا او اعطاها لي روحوا القسمه الاقليديه خلاص القسمه الاقليديه راح نقسم البسط على المقام وراح نخرج في اللي اعطاها لي راح نخرج في العباره اللي اعطاها لي جيد مزيه فهمتوا الحمد لله ان شاء الله تكونوا فهمتوني كامل نكمل العمليه واش عندي راح نقسم اجمع عندي القسمه الاقليديه نقسم البسط على المقام الفا اس 3 زائد الفا مربع على الفا ناقص واحد تبع معايا طريقه تاع القسمه الاقليديه كيفاش نقسم هنا واش راح ندير نقسم للكبير على الكبير الفا مكعب على الف الفا مكعب على الف واش ما تذهبلكش صح الفا مكعب معليش مراسله والله نظامي ولا حرك كيف تقدر تفهم ان شاء الله الفا مربع على الف جماعه راه هو ثلاثه منها تروح واحده مع واحده مش يقعدوا زوج زين يقول لي يا استاذ ندير الفا مربع الفا مربع في الفا تولي الفا مكعب الفا مربع في ناقص واحد هي في الهبل ناقص الفا مربع تبع معايا مليح الطريقه هذه
كي ندير هذه يا جماعه، يدير ناقص يدير ناقص وتنقص يندير خط وعكس الاشارات، عكس افضل في احسن طريقه. ندير خط ونعكس الاشارات، ندير ناقص زائد، هذه احسن طريقه باش ما تخلطلكش الناقص. ما على باليش دير خط وعكس، مش تروح هذه مع هذه، مش تقعد الفا مربع مع الفا مربع، تولي اثنين الفا مربع، جمع اجمع بيناتهم واحد واحد والواحد معامل تاعها واحد واحد، تولي اثنين. لا مش بالضروره القسمه القيديه، قلنا يا جماعه ماش ماش كيما حبيت الطريقه الاولى او الثانيه. هو زي ما يشوف قال لكم هل يجب ان نستعمل طريقه القسمه القيديه؟ لا لا صح، لازم تفهمها وراه مشكل، ماشي صعيب يا جماعه صح. الله اكبر، نقسم درك الكبير على الكبير، 2 الفا مربع بنفس الفكره، نقسم الكبير على الكبير، 2 الفا مربع على الفا، تروح وحده مع وحده، واش تقعد لك 2 الفا، اكتب لي 2 الفا زي 2 الفا، 2 الفا في الفا نفس الطريقه، 2 الفا مربع، 2 الفا في ناقص واحد ناقص 2 الفا. قلنا نعاود ندير خط، ندير خط ونعكس الاشارات، درنا خط وعكس بنفس الطريقه، راح تروح هذه مع هذه، وش يبقى؟ صفر زائد 2 الفا تبقى 2 الفا، ونقسمه كيف كيف، 2 الفا على الفا واش تقعد؟ ها نقسمه خلاص واضح، 2 الفا على الفا راح تروح الفا مع الفا تقعد لك اثنان، وهنا نتوقف. تكون فاهم على واش نتوقف؟ 2 الفا في 2 2 الفا، 2 الفا في ناقص واحد ناقص اثنان، واش قلت لك؟ واش نديروا اخر اخر خطوه؟ نديروا جاوبوني شاركوني معك صح. قول يا استاذ روح نشوف التعليقات، روح واش نديروا واش نديروا؟ جاوبوني لما انا وحدي، لا مش وحدي لازم هاي نعكس الاشارات، ندير خط ونعكس، يعطيك الصح فهمتوا الطريقه، نعكس ندير ناقص زائد، مش تروح هذه مع هذه تبقى تبقى اثنان. اذا الفكره فكره واش تقول لي يا استاذ هنا فاش نعود نكتبوها هذه؟ هاي فكره نكتبها في المخالف، نكتب الحاصل، نكتب الحاصل زائد، هاني بشوي ما عليهاش، زائد الباقي على القاسم، هذا الحاصل وهذا القاسم وهذا الباقي وهذا المقسوم. نعاود، هذا المقسوم، هذا نقولوا اما المقسوم عليه او القاسم كيف كيف، وهذا الحاصل نكتبهم لكم هنا، كاين اللي ما يعرفوش بعد، كاين المقسوم القاسم الحاصل الباقي، هذه قسمه تقليديه. اما القسمه التامه باينه، القسمه العشريه باينه، الباقي صفر، اما القسمه التقليديه بها باقي. خلاص اذا واش تولي؟ هذه كملاحظه فقط، هذه كملاحظه فقط صح صح. نكتب العمليه صح، واش تولي؟ اعطوني فكره. اذا اف لي الفا ماذا تساوي؟ اين الحاصل؟ ها وليك الحاصل، اكتبوا الفا مربع زائد 2 الفا زائد 2 زائد، كمل لي القاعده، ها الباقي، ما هو الباقي؟ قول لي استاذ 2 جيد، على القاسم، القاسم الفا ناقص 1. وصلنا للفكرة، هل لحقنا للسؤال؟ نعم الباقي اثنين، كتبنا الباقي اثنين، ها لحقنا السؤال تاعو، ها وليك مش واضح، ها وليك شوف شوف نفسه، هاي نفسه الفا مربع زائد الفا. خلي نعطيكم شكون اللي ما فهمش، نخليكم تقعدوا تهدروا، شكون اللي جاوب؟ يلا شكون اللي عنده سؤال؟ يتفضل عاد كمل الحق باش تقعد تهضروا، انا فتحت الميكروفونات. اللي عنده سؤال؟ انا عندي سؤال. نعم تفضل. تفضل. القسم الاقليدي. القسم الاقليدي. نعم. استاذ. نعم. استاذ كي نديرو يعطونا حاجه ويقولنا بينوها، لازم نكتبو هذيك العباره باه نبينو. ما فهمتش. مثلا هذه اف لي الفا كي قلنا بينوها نقولو تبيان اف لي الفا. نعم اجابه نموذجيه قصدك؟
نعم تكتبي وش راح تديري، نعم تكتبي الهدف راح ندير، ايجاد جد احسب حساب، باش تكون اجابه تاعنا منظمه ومام المصحح تجي سهله كما هذه قصدك هي دراسه اتجاه تغير. جاوبنا على السؤال مثلا تبيان، اسم السؤال انا فيه ديجا ما كتبتش العنوان تاع السؤال، اثنين الف اللي مكتوب ذكرتيني فيه، ها شوف اثنين الف خلاص، هذه تكمله لدرس البارحه، تمرين البارحه اللي قال لي هذا وين جا، قال لي تاع البارح، نعم نص التمرين تاع البارح كملوا فيه، موجود الحل موجود في على صفحتنا التليجرام تلقاه، المهم في الانستغرام تاعي تلقاه ثاني. اي هنروحوا السؤال يا جماعه، لحظه فقط نعاود، ثم استنتج، مازال ما كملناش، ثم استنتج حصرا للعدد اف لالفا، كيف نحصر اف لالفا؟ لحظه نغلق الميكروفونات بعد اذنكم. هاي ماذا نفعل؟ على قولي وش ندير؟ وش ندير؟ كيفاش نحصر؟ باه نحصر، نحصر العبارة اللي عطاها لي ولا نحصر العبارة اللي جبتها أنا؟ وش رأيكم؟ وش رأيكم؟ يبان؟ جاوبوني. هاي دقيقة بالك شنو نشتغل؟ إيه لا 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 بنخدم على بالي، يعني نعرفش الطريقة تاعك على بالي، نعاود السؤال، نعاود السؤال، أنا حاب نحصر، احصر أف لي على عدد أف لي ألف، أنا أف لي ألف هذا خلاص، نحصر بهذا الحصر اللي عطاه لي أم الحصر اللي لقيته ورا، مش هذا ورا، هذا لقينا ولا اللي عطاه لك؟ هيا اعطوا لي اجابه، هي ماذا بينا الحصر اللي لقيته، لا ممكن قد تجي واحده سالبه واحده موجبه، اللي عطاها لي تكون اسهل طبيعه الحال، اللي عطاها لك تكون اسهل، جيد جدا، شو معي مليح، تبع معي الطريقه كيفاش راح نحصر لكم العدد اف الفا صفحه 7 هنا يعني صفحة 8 هاي، استغفر الله ولا توب إليه، حصر أف لألف، زلنا في السؤال، ما زلنا في السؤال اثنين ألف، اثنين ألف طبيعة الحال بارتي الجزء الثاني دوزيام بارتي صح، اثنين ألف حصر أف لألف، أول حاجة نحطوا أف لألف واللي هي قدها ألفا مربع زائد اثنين ألفا زائد اثنين زائد اثنين على ألفا ناقص واحد، نحصروا هذا جماعة، أول حاجة نجيبوا ألفا وراه ألفا، قول لي يا أستاذ ألفا ها هوليك، الألفا وراه هوليك نحصروه، واش عندي؟ ناقص واحد فاصل ثمانية وثلاثون، قلت لها حاسبة؟ عاونوني آلة حاسبة، شوفوا جماعة عاونوني بالآلة حاسبة، أنا ما عنديش آلة حاسبة، عاونوني واحد فيكم يجبد الآلة حاسبة إما كازو إما آلة حاسبة عادية ويخدم معايا، ناقص واحد باش نشاركوا مع بعض، نخدم أنا وحدي لازم تشاركوني صح، ولا نفهمكم تخدموا وحدكم، لأنه أعطالي ما سحقاش أنا، أعطالي أنا أنشئ أعطالي تعطى أف لي ألف، أعطاها لي دي، نعاود السؤال قال لك أحصر، أحصر أف لي ألف، أحصر أف لي ألف، نفهمكم والحسابات تحسبوا وحدكم، ايش رايكم؟ هاي معليش الحساب يرجع لك، نكملوا، المهم ديجا او سهل علي العمليه وعطاني الحصر، تعطى اف لالفا تساوي 0.29 تحسبوها معي، هيا معليش، هنا جماعه واش ندير؟ نخدم هذه وحدها، نخدم هنا، الفا واش هي؟ مربعوها تنساوش هذا هو، تنساوش، هنا تبع معي تشوف الفكره هذه، نبدا بهذه الفا مربع ربعوا لي، يعني الربع هذه الربع هذه والربع هذه، واش تولي؟
كي الربع يا جماعة ماذا يتغير؟ تبا ما يتشوف تتغير المتباينة في ثلاث حالات، في ثلاث حالات، بتربيع العدد السالب، بالضرب في العدد السالب، وبالمقلوب. كاين ثلاث حالات فقط، بتربيع العدد السالب، بالمقلوب، وبالضرب في عدد سالب. نتلاحظوا باللي ألفا عدد سالب ناقص ناقص، يعني نربعوه راح نعكس الإشارة، راح نعكس الإشارة، عفوا المتباينة، يا تكون ينجيبوا هذا منا ونجيبوه منا وتخلي خلي المتباين نفسها ينقلبها العكس كما حبيته. شوف شرح ندير، يندير كما هكذا. لا عادي عادي، من بعد نرجع الكسر عادي عادي، مش بالضرورة عادي، نخدم هذه وحدة وبعد نعود نخدم هذه ونجمع بيناتهم. تحيش روح كيف 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 كيف، نخدم هذه وحدة ثاني مليح في جوج صحاح. هنا الربع قلنا ولا نخدموا هذه وحدها، روح هاي والله ما يكون غير خاطر، قال لك نبدأ بهذه، نبدأ بالمقام، روح نقص واحد بإضافة، نبدأ بهذه روح بإضافة العدد، وش هو؟ ناقص واحد، نجد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد، وش تولي؟ ناقص بدون 2.38 ألفا، ألفا ناقص واحد وناقص 2.37، ما يصرى والو. إذا أضفنا عدد سالب أو موجب لا تتغير المتبين، إذا أضفنا عدد سالب أو موجب لا تتغير، إذا في إضافة يا جماعة ما تتغيرش، في الإضافة عفوا لا تتغير، واش تولي؟ هنا كملنا، تقول يا أستاذ راها في المقام، نقلبوا، كي نقلبوا، شوفوا يا جماعة كي تقلبوا، ديروا واحد على ألفا ناقص واحد، يا نجيبوا هذا منا ونجيبوا هذا منا وخلوها صاد الاتجاه هكذا، أو نخلوهم كما هما ونخلو الاتجاه هكذا، واش رايكم؟ أنا نحب دائما نفضل هكذا، خليها هكذا ونجيبوا هذا منا ونجيبوا هذا منا. واحد على ناقص 2.37 وهذا واحد على ناقص 2.38 هكذا أفضل. أعطوها لي بالحاسب، أعطوا لي هذه بسرعة بسرعة، ناقص 1.37 ماذا بينا نحصرها؟ صح خلوا عليها، أعطوا هذه بالآلة الحاسبة، أعطوا لي هذه ناقص 0.42، زيد العدد اللي بعده، العدد اللي بعده، الرقم اللي بعده، قد قلت 0.42 ناقص 0.42 هنا 2.1 عفوا على ألفا ناقص 1، الأخرى كم؟ ناقص 2 كيفها؟ اقسموا لي هذه الأولى 0.42 اللي بعدها هنا راح نطولوا يا جماعة، أخذوا وحدكم تلقاوا بلع نخدمكم هذه هذه الثانية، الثانية ناقص 0.2 نعم ثاني قده مش نفسها، أعطوا لي عدد اللي بعده 0.42 0.1 مش ملكوش نفسها صح نعم تكون قريبة لها خلاص. هذه نسميها عدد سالبة، تفهم لي هذا عدد سالب هنا 1.9 صح، هذه نسميها 1، نسموها 1 خلاص خليها. نعاود نخدم من جديد، ندير ناقص 1 لا مازال ما كملناش، واش خاصني 2 عفوا سموهاش واحد مزال بالضرب مزال باسكو كان اثنين بالضرب في العدد اثنان نجد ضرب في اثنين في اثنين في اثنين واش تولي؟ اثنان اضرب ضرب في اثنين اضرب في اثنين تحب تضربها هنا يا روح معليش اثنين في ناقص 0.42 وهنايا اثنين في ألفا ناقص واحد هكذا وهذه 2 في ناقص 0.4201 خلاص. الأولى هذه الأولى ناقص 0.864 الأولى 864 صح نعم واللي بعدها
اثنين ناقص 0.8402 والأخرى ناقص 0. واللي يقبلها 864. هكذا تقول يا أستاذ منطقية. اي نكمل العملية خلاص هنا على الفا، الفا ناقص واحد. شوفوا يا جماعة باش ما نطولوش الحسابات كملوا وحدكم، نخليها بالحسابات والاخرى كملوا وحدكم واحد. لان انا علاش قلت لكم كملوا وحدكم؟ لانه هو عطاني الحصر صاي، انا ما كان انا نحتاجه، محتاج تعطى اف ل الف. كل ما عطاليش صح بس عطاني ما كان له. انا نوريكم الطريقه وانت كمل واحد صح. كملنا هذه يا جماعه، كملنا هذه فقط، مزات لي هذه نعاود نخدم من جديد. وش تدير؟ سموها رقم واحد، روحوا صفحه اخرى. نحتاج صفحه 7 8. روحوا لصفحة 9 صح. نعاود نخدم من جديد. واش ندير؟ قول يا أستاذ نحتاجنا هذه نحصر، نعاود ونحصروها. واش عندي؟ عندي ألفا، نعاود نستدعي ألفا، أرواح هي ألفا قداها؟ ناقص 1.38 وناقص 1.37. واش فيها؟ فيها نعاود نروحوا لهذه، معليش عندي الفا مربع زائد 2 الفا زائد 2، نبدا بالتربيع، ربع منا ربع منا ربع منا. كي تربيع يا جماعه؟ بالتربيع قلنا تتغير المتباينه في ثلاث حالات، بالمقلوب، بالضرب في عدد سالب، بالتربيع عدد سالب. يعني لما نربع يا نجيبوا هذه منا ونجيبوا هذه، تولي ناقص 1.37 الكل مربع، وهذه ناقص 1.38 الكل مربع. متفاهمين؟ مش مستمع. هيا روح كمل معي تشوف. واش كمل العملية. هنا واش خاصنا؟ هنا هذا أكيد عدد موجب. احسبوه. هنا نعاود خلاص واجدة هذه. الأولى شحال؟ لا أعطيني الأولى، أعطيني 1.38 مربع. 37 قداه؟ واحد لا 1.42 والأخرى كم؟ أعطوها لي ألف مربع نحو ناقص واش تولي؟ 1.87 شيل ناقص بركة 1.37 1.87 عفوا 87 والأخرى 1.9 1.90 خلاص. هذه خلوا عليها نزيدوا نسموها اثنان. تبع معي مليح؟ تبع معي؟ هذا عدد موجب. هكذا نعاودوا نزيدوا. واش نحتاج؟ نحتاجوا 2 الفا زائد 2. نعاود نخدم من جديد. الفا نزيد نجيب الفا باش نضرب الفا. واش هي؟ محصورة بين ناقص 1.38 وناقص 1.37. كيف نضرب هنا فاش؟ نضرب في 2، نضرب في 2 منا، 2 منا، و2 منا، بالضرب في العدد، عفوا في العدد 2 نجد. بالضرب في العدد 2 ورانا عدنا 2 نضرب في 2 هاي ليك نضرب في 2 واش تولي؟ تولي هذه 2. كي نضرب في 2 جماعة تبدل المتباينة، إذا ضربنا في عدد موجب لا تتغير المتباينة. نوريكم أولا 2 وريها واش درته في ناقص 1.738 أصغر من 2 ألفا أصغر من 2 ضرب ناقص 1.37. هذه يا جماعة علم تجريبية، علم تجريبية آتي صح. واش تولي الأولى؟ تولي 2.38 تولي ناقص 2.76 ألفا، عفوا 2 ألفا أصغر ناقص 1. هنا
2 2 ناقص 2.74. قول يا استاذ هذه واجده. لا نعم لا لا مزات لي خصني. واش خصني؟ خصني نزيدوا لها 2. خصني نزيدوا لها 2 باضافه الاثنين نجد. واش تولي؟ تبع معايا مليح. واش تولي؟ تولي هنا كي ناقص باين تولي ناقص 0.76 وهذه 2 الفا زائد الاثنان وهذه لا تتغير المتباين. واش تولي؟ ناقص 0.74. اذا نسميها هنا تقول يا استاذ هنا واش كاين؟ جمع بيناتهم. واش كاين؟ كاين الجمع بيناتهم. شوف معايا مليح كي نجمع هاوليك جمع بين من؟ بين الفا مربع او هذا نجمعو كومبلي سموها رقم عفوا سموها رقم ثلاثة اسمها رقم ثلاثة. اذا نجمع بين نجمع بالجمع بجمع اثنان مع ثلاثة ونزيدو ولا حبيتو نزيدو نجمعو وراها الاخرى كذلك نجمع هذه المتريث ممكن نلحقوا به ان شاء الله. لا يقول المتريث ممكن نلحقوا به ان شاء الله. شو معي نجمعوا هذه رقم نجمعوهم هذه وهذه وهذه نجمعوهم في ثلاثه جمع واجدين اجمعوهم لي. شوفوا معي مليح بما شوفوا الجمع ما ياثرش جمع تجمع هذه وهذه وهذه مانيش نضربه راني نجمع كي نجمع هذه وهذه وهذه اعطوني النتيجه هاي الجمع خلاص. شوفوا جمع شوف السوشي شوف عندي الفا مربع هاي الفا مربع وعندي 2 الفا زائد 2 هاي 2 الفا زائد 2 وعندي 2 الفا ناقص 1 هاي جمع بيناتهم هاي الجمع والجمع نجمعوا كامل هذه مع هذه مع هذه هذه مع هذه مع هذه يقولوا بجمع 2 بجمع 1 مع 2 مع 3 ولا بجمع 3 مع 1 مع هاي نجمع وي اجمعوا لي 1 2 و 3 الاولى هاي عندي 2 ابدا هاي ليك الفا مربع نجمعوا بالتاح زائد شوفوا الفا ونحط تبقى نفس المتباينه تبقى نفسها خلوها فارغه الفا مربع واش كاين الطرف هذا واش كاين 1.87 اكتب لي 1.87 ونكتب هنا 1.99 زائد واش كاين 2 الفا زائد 2 هاي 2 الفا زائد 2 تحط العدد تاعو هنا واش هي هنا كاينه زائد ناقص 0.76 ناقص 0.76 وهنا كاين ناقص 0.74 بعد الزائد هنا زائد هنا نديرو زائد نجمع هذه مع هذه مع هذه واش كاين الثالثة هاي ليك الثالثة ناقص هنا كاين الطرف هذا كيف كيف زائد والناقص احنا عندنا ناقص واش كاين العدد قد كم هذا عدد 0. لحظة 4.680 ناقص بالناقص وهنايا عندي ناقص 0.846 وهذه واش كاينه زائد 2 على الفا ناقص 2 2 على الفا ناقص 2 هذه واش هي قول يا استاذ هذه اف لي الفا وهذه ماذا تساوي اجمعوهم لي ونجمعوا فقط وتلقى الحصر تاعك وهنا تكون تكملنا الحصر فهمنا. شكون اللي عنده السؤال هنا تجمع اجمع الاعداد اجمع هذا وهذا وهذه اف لالفا ونكتب ونجمع واش تولي؟ تولي هنا نكتب هنا محصوره وتكتب لي عدد هنا صح. شكون اللي عنده سؤال يقدر يتفضل روح اللي عنده سؤال اللي عنده سؤال يتفضل كتب. تفضل. هنا زملاء حسبتوا هذه جمعتوهم شحال لقيناها 0. كم لقيتها 246 والاخرى كم 0. شحال 314. شوفوا معايا مليح اف لي الفا هنا لقينا الحصر تاعها شوف الحصر تاعي شوف اللي عطاها لي بالتقريب هي بالتقريب شوف او ديجا عطاها لي 0.26 مش بيناتهم بيناتهم مش بيناتهم تعطى ها عمليك اذا رانا صحاح
تفضلوا لي عنده سؤال. تفضلوا عنده سؤال. تفهمين نكمل ام لا؟ هيا جاوبوني ولا ماكش حاطين هنايا راك مايا. نكمل فهمنا الحصر جماعه عندي تغلط هذه راه 24 راك انا 025 وهذيك انا 031 خلاص يعني كملنا الحصر خلاص ان شاء الله تكونوا فهمتوني. روحوا ضفناها ضفنا ضفنا فقط جمعنا 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 فقط حق راه قالك شوفوا شوفوا تبعوا تبعوا واش راه كاين العمل شوف نعم هذه الطريقه ما تجيش تروح لك شوفوا معايا مليح اجمع اجمع كاين الجمع هذه شوفوا معايا مليح ها راح نوريك بالله كاين هذه وراه هذه وهذه نجمع كاين الفا مربع حسبناها زائد هاي 2 الفا زائد 2 وهاي زائد كاين جمع بيناتهم اجمع بيناتهم وحنا خدمنا شوفوا معايا مليح اذا كانت لاحظ مليح خدمنا هذه وحدها خدمنا هذه رقم واحد خدمناها حتى بالنقص مانيش نضرب مانيش نضرب راني نجمع عادي وهذه رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين ورقم ثلاثة لا هذه الطريقة لازم دير كيما هاك الحصر يجي كيما هكذا شو واش قصدك طول خلاص ان شاء الله تكونوا فهمتوني. السؤال اللي بعده السؤال الذي بعده شوفوا معايا مليح السؤال اللي بعده اش قالك احسب احسب اف لي اكس ناقص اكس ليميت لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه ثم فسر النتيجه بيانيا. هيا نحسبوا النهايه جماعه ونفسروا بيانيا كيفاش نفسر كيفاش تفسر لي بيانيا هذه صح صفحه ننتقل صفحه 10 يا جماعه نشرح بالتفصيل المهم مش الوقت كفايه انا يكفيك الوقت عادي راني نشرح راني نعاود راني كبر لازم نعاود با اثنين باء الجزء الثاني اثنين باء حساب حساب ليميت لما اكس لمن يؤول الى السؤال الاخير ما قبل الاخير الى زائد من النهايه ناقص من النهايه زائد من النهايه نقدر زائد من النهايه اف لي اكس ناقص اكس مربع هاي ماذا نفعل ثم التفسير الهندسي اي نحسب نحسب النهايه ليميت لما اكس يؤول زائد من النهايه اف لي اكس ناقص الاكس نحسبها وش يساوي ليميت لما اكس يؤول زائد من النهايه نحط الداله نتاعي اكس مربع وراه الداله تاعي اكس مربع أسية إكس على أسية إكس ناقص الإكس ناقص عفوا إكس مربع ناقص إكس مربع ماذا نفعل؟ أعطوني النهاية هنا عند زائد من النهاية أعطوني النهاية عند زائد من النهاية هاي هاي اسمع بدنا نلقاها يا قول لي يا استاذ نعوضه اروح نعوضه زائد من النهايه في زائد من النهايه زائد من النهايه وهنايا زائد من النهايه زائد مسبقه بالنقص حالة هذا تعيين بصح احنا خادمينها من قبل النهايه عند زائد من النهايه هذه احنا خادمينها اين هي الصفحه الصفحه الاولى خلاص اين الصفحه الاولى اعطيني الصفحه الاولى رقم واحد انا حاسبين النهايه حاسبين النهايه تاعها لا لا الثانيه الثالثه دينا في الاف لا وريني مش مش لازم بين لي النهايه هاي حسبنا النهايه هنايا عند زائد من النهايه ماذا وجدناها زائد من النهايه كما هي لقينا زائد من النهايه وهنا زائد من النهايه مربع مسبقه بالنقص ناقص من النهايه هنا حاله عدم تعيين قال لكم احد الزملاء قال لكم نوحد المقامات جيد جدا هذه احدى الطرق ما تخرجش الاسي اروحوا لا مش ليش ليش ما نوحدوش المقامات اروحوا نوحدوا المقامات ليميت لما اكس يؤول زائد من النهايه ونشوفوا ونشوفوا واش يصير نضرب هذه في هذه وهذه في هذه ونشوفوا النهايه تاعها هذه في المقام تاعها واحد
الإكس مربع أسية إكس في الواحد ناقص هذه في هذه ناقص إكس مربع في أسية إكس ناقص إكس في إكس تولي زائد إكس أس ثلاثة. شفت الفكرة؟ بنا نوحد هذه في هذه وهذه في هذه على هذه في هذه على أسية إكس ناقص إكس. هيا نحسب وش تروح؟ مش تروح هذه مع هذه؟ نهاية تروح هذه مع هذه تقعد لي إكس إكس أس ثلاثة على أسية إكس أس ثلاثة زائد من النهاية على زائد من النهاية. تقول لي الشيخ أنا يا أنا حال تعدم تعيين كتروح تروح هنا الصغير إكس على أسية كيفاش ندير؟ يا أستاذ أنا مازال ما فهمتش نقدر هنا نستخرج الأسية كعامل مشترك ولو يبين بلي صفر ولو هنا بصح نبين له باللي نهاية هذه ها ولا تحب تدخل معايا مليح طريقة هاي ثانية مليحة إكس أس ثلاثة واش رايكم ندير كيما هاك أسية إكس ناقص الإكس هكذا هنا أعطوني النهاية نتاعها أسية زائد من النهاية هنا زائد زائد مسبوقة بالناقص أصلا حالة عدم تعيين هنايا يعني لبنا صفر بصح نوريكم راح نخرجوا نخرجوا الاكس والاسيه كيف كمايا خلاص واش نديروا معايا يا نخرجوا يا نخرجوا اكس اس 3 منا وتخرجها باش تروح معها يتخرج الاسيه كعامل مشترك كامل صحاح اروح نخرج اكس اس 3 من المقام شوف معايا مليح الطريقه هذه حبيت نوريكم هي قاعده صفر اكس مربع نخرجوا من تحت من تحت من تحت اكس اس 3 خرجوا من المقام اكس اس 3 فقط واش تولي تولي اسيه اكس على اكس اس 3 وهنايا واش تخرج لك تخرج اكس على اكس اس 3 صح ولا لا وهنا تخرج إكس أس ثلاثة شوف طريقة هذه شوف وش يصير تروح إكس أس ثلاثة مع إكس أس ثلاثة وهذه كمل زين كملكم بالتفصيل ها ليميت لما إكس يؤول زائد من النهاية وش تولي تولي واحد على إكس أس أسيد إكس على إكس أس ثلاثة نعرفوها بلي زائد من النهاية وهذه ناقص واحد على إكس فقط عفوا إكس مربع مع إكس أس ثلاثة وش يصير راح تروح هذه بالصفر وهذه لما تروح السيه على اكس تبقى زائد ما لا نهايه هذه تروح لزائد ما لا نهايه واحد على ما لا نهايه النهايه صفر هذا بينا بين النهايه صفر قالك وفسر النتيجه وفسر النتيجه هندسيا فهمنا النهايه خلاص فهمناها شكون اللي ما فهمنيش فهمنا النهايه فهمنا النهايه متفاهمين يا جماعة؟ لا نعاود 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 شوفوا النهاية واش درت نعاود النهايات نعاود اللي قال لا اللي قال لي لا واش درت هنا جماعة نعرفوا نعرفوا هذه شهيرة أسية على إكس أسية نهاية شهيرة الكبير على الصغير زائد من النهاية لا 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 مش مستقيم مقارب استنى استنى خلي كمل كيما هذه وبعدين نشوف هنا جماعة اف لي إكس ناقص إكس هنا طبقنا واحد المقاطع كذا وكذا هنا توقفنا هنا توقفنا ينخرج أسية كعامل مشترك أنا خرجت إكس أس 3 علاش خيرت إكس أس 3 لأن في المقا في البسط عفوا إكس أس 3 خرجت إكس أس 3 إياك نقسموا عليه نحضر لي حصة تاع البارحة راه فهم لي كيفاش خرج العامل المشترك فهمها مليح إن شاء الله فهمها المهم هنا واش درنا خرجنا خرجنا إكس أس 3 كعامل مشترك نعاود توحيد المقامات وحدنا المقامات ها هو ليك توحيد المقامات ها هو مقام واحد كي نقعد المقام تاعها واحد اكس مربع في الاسيه تقعد في الواحد وبعد كملنا هذه وبعد هذه في هذه ناقص اكس مربع في الاسيه ناقص اكس مربع اكس مربع في الاسيه ها هي ليك وبعد الناقص في الناقص زائد اكس في اكس اكس اس 3 هذا في هذا وهذا في هذا على هذا في هذا اسيه اكس اسيه اكس ناقص الاكس في الواحد ها هي ليك وحدنا المقامات فقط راح تروح هذه مع هذه تقعد لي إكس أس 3 أو فهمتوني خلاص فهمنا لا مزية الحمد لله هاي نكمل العملية تقول لي يا أستاذ هنا يقول لك ماذا وجدنا قلنا أف لي إكس ليميت لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية هكذا وش درنا اف لي اكس نا اف لي اكس عفوا اف لي اكس ناقص اكس مربع
تساوي صفر. وفسر هندسيا، احنا نعرف قد انا سمعت هذا وين قلت لي مستقيم مقارب، نقول اكس مربع فرع لا نهائي. لا نقول يا جماعه رسم المنحنى اكس مربع هي منحنى نعرفوها الداله مرجعيه، اكس مربع الداله مرجعيه، نقول ان المرب ان منحنى الداله مربع هو منحنى مقارب، هو ان منحنى مقارب يعني هو والداله اف وسي اف عفوا يتقاربان نحو الزائد مدى النهايه. اذا ماذا تصير؟ نقول منحنى الداله مربع، الداله مربع عفوا الداله مربع داله داله مرجعيه، نقول انه منحنى مش مستقيم، منحنى مش مستقيم، نقول منحنى الداله مربع منحنى مقارب، منحنى مقارب لمن؟ لي سي اف بلس بجوار زائد من النهايه، يعني يتقاربان عند الزائد من النهايه. فهمنا فكره؟ لو كان اف وجي نقول سي و سي اف و سي جي منحنيان متقاربان نحو الزائد من النهايه، ولا السي اف يقارب سي جي، ولا السي جي يقارب سي اف. فهمنا الفكره هذه؟ خلاص بقيت اخر شكون اللي ما فهمنيش، ولا نعاود نفتح الميكروفونات اللي عنده سؤال يتفضل. فهمت، عاود للنهايه الاخرى. استاذ دائما كيمدوا لنا منحنى بعد لحظه انك تجاوب على زميلتك فقط اللي قالت لي هذه الاخر نعاود لك هذه وي ها شوفي فهمنا كيف راحت اكس اس 3 مع اكس اس 3 راحت مانيش نشوف الصوره وي واش ماك تشوفي كليك يعني نبين الصوره ناقصه شوي لازم تشوفي الصوره كيف بس ما نقدرش نجاوبك واضحه جماعه واضحه اللي مدي حاضرين هنا واضحه وين سيت نعم ما لا مشكل عندك ممكن كونكسيون عندك صح سؤالي اللي بعده اللي قالت لي استاذ دائما كيمدوا لنا اف لي اكس ناقص داله مرجعيه نقولوا منحنى مقارب نعم منحنى داله مربع قاعد تقول منحنى داله مقلوب ولا قاعد يسميه لك حسب كل تمرين كيف قاعد يسمي لك اسم تاع اسم المنحنى تاعو يسميك سي مش عارف سي اش ولا سي جي ولا فهمنا قاعد مش شرط تكون داله مرجعيه قاعد تكون داله اخرى سيقول لك رأي هذاك العبارة نتاعها جات عادة في البكالوريا جات بس كحنا الأستاذ تاعنا مدهنا في الفرض ناقص دالة آلان ما عرفناش نديرو التفسير الهندسي هذا قولوا من هنا الدالة هذه الجهة واش كاين يعني كون حضرتي هنا ورحتي تعقبي الفرض كون حضرتي مليح صحيح معليش للصح في البكالوريا إن شاء الله هاي نكمل التمرين تاعنا بعد إذنكم نعاود نكوبي الميكروفونات يقعد جماعة نعطيكم خمس دقائق تقدر ترسموا لي الرسمة خمس دقائق نعطيكم المعلومة نعطيكم مش هاولي راح نديروا منها راح نرسموا الدالة لأن السؤال أنشئ المنحنى السي اف تعطى العبارة إذا راح نسحق راح نحتاج جدول تغيرات دوك نعاود ما في شي كبير جدول تغيرات ما عنديش مستقيم مقارب ولا حاجة أو عندي جدول تغيرات ندير جدول التغيرات هاوليك جدول التغيرات أمامكم هاي عندكم هذه المعلومة عندكم المعلومة كذلك أخرى واللي هي اف لألفا تساوي اف لألفا صفر تقريبا صفر تساوي 20 هيا جاوب وعندكم منحنى الدالة مربع منحنى مقارب خمس دقائق وسآتي خمس دقائق لحظة وقت
نعم الحصر هنا جماعة شوف هنا أنشئ المنحنى سي اف طاني تعطى اف لألفا 0.29 هنا جماعة أنشئ المنحنى سي اف هنا أول حاجة يجب علينا رسم معلم متعامد ومتجانس وعندي الورق المليمتري هو أحسن فكرة لي باش يساعدني في الرسم هنا نحاولوا نمشوا بالوحدة من لم ما عطانيش الوحدة شرط تاع الوحدة معليش نرسموا المعلم تاعنا ناهو المعلم تاعنا نعاودو نرسمو هكذا ندير الوحدة واحد أم اثنان واش طلب مني لم يطلب الوحدة أو إي هنا واش قالك وراه وليكن سي اف تمثيلها البياني ما عطاني حتى وحدة نمشي بالواحد معليش نمشي بالواحد هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص واحد ناقص اثنين وهكذا وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة وهنا واحد اثنان بصح لو كان تلاحظوا القيمة تاع اف لألفا هي كم هي 0.29 نعم تقدر ترسمك ولكن لازم تكون تعرف ترسم بها ولكن علاش كاين والو جماعة روحوا نرسموا رسم بسيط جدا هنا أين جدول التغيرات وراه جدول التغيرات وراه هاوليك جدول التغيرات شوف معايا مليح واش عندي عندي مستقيم مقارب أفقي واللي هو إكراك يساوي صفر واضحة باللي متزايدة وين رايحة وين؟ رايحة عند ألفا إف لألفا أنا إف لألفا أعطاني الحصر بتاعها عفوا ألفا بين من محصورة ألفا بين من محصورة بين من بين ناقص 1.38 وناقص 1.37 وإف لألفا أعطاها لي إف لألفا بالتقريب 0.29 يعني تقريبا 0.3 هنا نروحوا يا جماعة نروحوا ناقص هنا واش نديرو صفر ألفا 1.38 هاي ليك الواحد النص هاي النص تقريبا هنا اف هاي ألفا هذه ألفا اف لألفا 0.3 تحت النص هاي اف لألفا صورة نتاعها جي هكذا تحت النصف لمن رايح رايحة وين عند الصفر اف لصفر اي نحسب اف لصفر نحسب اف لصفر اف لصفر كم لازم ندير يا جماعه في الرسم في الرسم نبدا باش نفهم حاجه في الرسم نبدا بالقيم بالذروات نبدا بالذروات هذه ذروه هكذا وذروه هكذا نبدا بالذروه الاولى والذروه الثانيه ذروه اف لصفر نعوضوا صفر في الداله جماعه اف لصفر هاي ليك الداله نعوضوا اف لصفر صفر مربع كامل تروح بالصفر خلاص صفر على عدد هنا ما يهمناش مقام خلاص نسيت صفر واحد ناقص صفر صفر على واحد صفر اذا مباشره صفر نعوض هنا عوضنا بالصفر يا جماعه عوض صفر مربع صفر ما كملتش كملش خلاص اذا اف لصفر اف لصفر صفر وراه الجدول تاعنا اف لصفر تساوي صفر هذا النقاط اللي تهمني انا اذا نرجع للرسم تاعي اف لصفر صفر اذا تمر من المبدا الداله شنو هي متزايده نعاود نرجع للمعنى اكيد جدول التغيرات انا ما عندي لا مستقيم مقارب لا مماس كاين والو يا جماعه عندي منحنى مقارب دوك نفهموا اذا الداله واش هي متزايده متناقصه وبعدها متزايده تروح هكذا ولا هاك ولا هاك كيفاش نديروا هنا قلنا يا جماعه منحنى مقارب الداله مربع الداله مربع نعرفوا الداله مربع كيف ترسم اين اعطوني الورقه ها صحيح هنا واش ندير الداله مربع نعرفوا باللي الداله مربع تعوض بالصفر صفر بالواحد اكس مربع جماعه انا اكس وهنا اكس مربع بالواحد مربع واحد باثنين اربعه تزيد قيمه اخرى بالثلاثه ثلاثه مربع تسعه خلاص يعني الداله مربع نعرفوها الداله مرجعيه نروح نكملوها واش تولي عند صفر صفر عند الواحد واحد عند اثنين اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه وعند اثنين ثلاثة أربعة وعند الثلاثة تسعة وهكذا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ها إذا نعاود نرسم لأن منحنى مقارب راح يتلاقاو إذا نجي واش تجي؟ تجي متزايدة ثم متناقصة ثم متزايدة تماما وتجي شكل دالة مربع وهكذا عفوا هنا المصحح راح يفهمك
لان الداله مربع منحنى مقارب، ما ترسمش داله مربع ما ترسمش، هو قال دير عند واحد واحد، عند زوج اربعه، عند ثلاثه تسعه، وتكمل وهكذا. هل اسمه سي اف؟ فهمنا خلاص؟ شكون اللي ما فهمنيش نعاود له، شكون اللي ما فهمنيش نعاود. بقيت ربع ساعة نكمل بها التمرين الأول في المتتالية. عفوا التمرين هنا يا جماعة من هنا مقارب، نعم. شكون اللي عنده سؤال باش نقدر نروح لورا موضوع، باش نقدر نروح للتمرين هذا، ولو نحل سؤال أو سؤالين منه، ولو نقدر نحل سؤال أو سؤالين منه هذا التمرين. تفضلوا، شكون اللي عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يتفضل. هاي عنده سؤالي هاي نكمل لي. خلاص فهمتوني؟ ما نحت سؤال راح نكمل. تفضل، شكون اللي عنده سؤال؟ عفوا راح نكوبي الميكروفونات ان شاء الله تكوني فهمتوني في الموضوع هذا. نكمل جيد، نكمل نعاود جماعه دوك، نعاود نصور واش درنا كامل، نعاود نصورها ونحطها في دورة عمود التاليات. هني نقول لكم عليها إن شاء الله. خلاص عمود التاليات هني نشرحها بالتفصيل من الصفر ونجي ماشي صح. اللي عاد ليها فهم نحطه في الانستغرام، نحطه في لاباج في هذا التليجرام، التليجرام تاعنا هذا في المجموعة تاع التليجرام التعليمية، منصة التعليمية تاعنا هذه، منصة أدرس التعليمية. نحط أكيد نحط صور وكذلك نحطه في الانستغرام تاعي. خلاص هاي نروح السؤال. أنا بقيت اللي عنده سؤال. أنا وش قال لك؟ أن متتالية عددية معرفة على أن هذه يعني مجموعة أعداد الطبيعية بحدها الأول يساوي صفر يساوي صفر، ومن أجل كل عدد طبيعي أن أعطني العبارة تاعي أن زائد واحد يساوي اثنين، أن زائد اثنان على أن زائد ثلاث، ولتكن المتتالية في أن المعرفة كما يلي، وأعطي لنا كذلك في ان وش يبان السوجي. خلاص يا هو مصور عندك، معليش. بين ان المتتاليه في ان هندسيه يطلب تعيين اساسها وحدها الاول. هنا هذه فكره رائعه. شوف واش معك كيفاش راح نكتب هنا. حل تمرين، حل تمرين الثالث، الموضوع الثاني مش من باك 2016 بقوسين المتتاليات صح. هنا واش عندي؟ عندي اي ان واش يساوي؟ نكتب عبارة اي ان زائد واحد واش يساوي؟ عندكم اثنين اي ان زائد اثنان على اي ان زائد ثلاثة، وعندكم العبارة هذه بحيث اي صفر ولا يو صفر عطاني صفر، وزاد عطاني وش مدلي؟ مدلي في ان هاي ليك، في ان يساوي، في ان يساوي يو ان ناقص واحد على يو ان زائد اثنان. ماذا نفعل؟ لما يقول ولا يقول لي بين باللي هندسيا ماذا نفعل؟ شوفوا نعطيكم واحد، نعطيكم جميع القوانين، جميع القوانين تاع المتتاليات. كنا نعاود نحطهم كذلك يا جماعه، نبارطاجيهم في نبارطاجيهم لكم في الجروب. ها لحظه، ها وليك قوانين تاع المتتاليات. فاش رانا انا في الهندسيه، هاي ليك الهندسيه. لما يقول بين باللي هندسيه عندكم هذه يا جماعه، لما يطلب مني بين باللي هندسيه عندك يا هذا القانون، يا في ان زائد واحد يساوي الاساس في في ان، يا هذا يطرح تقسم. هذو زوج عندكم قوانين، وراح نبارطاجيكم جميع القوانين هذه، جميع القوانين الموجودة هنا. خلاص
ان شاء الله تكونوا فهمتوني واش نديروا يا جماعه. هاي نجاوبوا واش نديروا. اذا يجب الوصول، هي قاعده يجب الوصول لا ورقه معك، يجب الوصول الى هذه الفكره، بان زائد واحد يساوي الاساس ضرب بان. لازم نلحق لهذه، لازم نلحق لهذه. واش قال لك؟ بين بالهندسيه راح نش قال هنا، قال لك تبيين، بين ان المتتاليه في ان هندسي تبيان، انا تبيان ان بان متتاليه هندسيه صح. واش نديروا هنا؟ واش قلت لك؟ لازم نلحق. اذا لازم نزيد واحد منا ونزيد واحد منا ونزيد واحد منا، واش تولي؟ لازم نكتب في ان زائد واحد يساوي الاساس ضرب في ان، الاساس ضرب في ان. شكون اللي ما فهمنيش ندير؟ لازم ندير الاساس ضرب في ان. واش معناتها؟ معناتها تقول لي يا استاذ هنا نزيدوا واحد منا ونزيدوا واحد منا، باسكو نعوز على في ان زائد واحد، واش تولي؟ تولي ان زائد واحد ناقص الواحد على، كاين بزاف طرق، نعطيكم بزاف طرق باذن الله، ان زائد واحد زائد الاثنان. ثم هل توجد علاقة بين في ان زائد واحد مع في ان زائد واحد؟ لا، انا ابحث عن في ان. هنا نتخلصوا كذلك، نتخلصوا من في ان زائد واحد ونجيب العبارة اللي عطاها لي نهزها ونحطها. يا جماعة العبارة هذه، العبارة هذه نهزها ونعوضها هنا ونعوضها هنايا. متفاهمين؟ واش تولي؟ تولي في ان زائد واحد ماذا تساوي؟ اثنين في ان زائد الاثنان على عفوا متاكدين من الاعداد، 2 ان وراها 2 ان زائد 3 زائد ناقص الواحد على، كمل قول لي يا استاذ، 2 ان زائد الاثنان على ان زائد الثلاث زائد الاثنان. قول لي يا استاذ هنا نروحوا نوحدوا المقامات، نروحوا نوحدوا المقامات. كيفاش توحد؟ راح نوحدوا المقامات ونشوفوا. إذا في ان زائد واحد واش يساوي؟ ها المقام تاعها واحد، هذا كيما درنا في النهاية منذ قليل، هذا في هذا وهذا في هذا، نحط الكسر، 2 2 يو ان، 2 يو ان زائد 2 في الواحد 2، وبعد ناقص هذه في هذه ناقص يو ان، وبعد 3 في ناقص 1 ناقص 3، هذه في هذه وهذه في هذه على هذه في هذه على يو ان زائد 3 على كيف هذه المقام تاعها واحد، هذه في هذه وهذه في هذه، 2 ان زائد الاثنان في الواحد زائد في الواحد ما تاثرش، هذه في هذه زائد 2 ان 3 في 2 قول يا استاذ 6 على كم؟ على ان زائد 3. تلاحظوا باللي المقام يروح مع المقام، جيد المقام يروح مع المقام، اش تقعد لك؟ تقعد لك في ان زائد واحد واش تساوي؟ 2 اي ان وناقص اي ان، تقول لي يا استاذ تقعد اي ان، جيد، و2 نقص منها 3، تقول لي يا استاذ ناقص 1، ايوا ديجا بانت، يا حسره، بسيطة هذه، وهذه 2 اي ان و2 اي ان واش تولي؟ 4 اي ان، و2 زائد 6، تقول لي يا استاذ 8، هنا التلميذ هنا راح يتوقف يقول يا استاذ واش راك دير هنايا؟ هنا من حاول جمع هذه تشبه، لازم نديرها تشبه لهذه باش نحها ونديرها في ان. واش نديرو؟ ماذا نفعل؟ اي واحد فيكم يجاوب، واحد فيكم الشاطر يجاوب. هاي انني انتظر، خرجوا واحد على اربعه كامل مشترك، نقدر نقول خرج ربعه من المقام، يعطيك الصح، نستخرج الاربعه من المقام. جيد، هي طريقة واحدة، هناك طريقة أخرى لا حبيت نعطيها لكم لأنني سأحتاجها في السؤال. واش من السؤال؟ استنتج عبارة يو ان، سنحتاجها هنا بصح معليش كمل معي تشوف. نستخرج الأربعة كعامل مشترك من المقام، أربعة واش تولي؟ تولي هنا يو ان 8 على، قلنا فهمتكم نقسمها على أربعة، نقسمها على أربعة، 8 على أربعة قداه؟ 2، وهنايا يو ان ناقص واحد، هنا بطبيعه الحال واحد، اذا واش تولي؟ وتساوي واحد على اربعه، افتح قوس، هنا يو ان ناقص الواحد على يو ان زائد الاثنان،
إذن وأهنا في أن زائد واحد، في أن زائد واحد، وأخيرا إذن في أن زائد واحد ماذا تساوي؟ واحد على أربعة في أن، وهي متتالية هندسية أساسها كم؟ واحد على أربعة. وقالك تعطيني حد الأول، ها وش قالك؟ ويحدها الأول، نعوض هنا في هذه العبارة بالصفر، بالصفر عفوا، بالصفر نعم، بالصفر بالصفر بالصفر، تولي صفر تروح ناقص واحد على اثنين، هنا وش قالك؟ حساب هنا تعاود تصرح له، تصرح له الإجابة، كتبت هذه، كتبت هذه، تعاود تكتب، تكتب ومنه، ومنه فئان متتالية هندسية أساسها الكي يساوي واحد على أربعة، وحدها الأول في زيرو، راح نجيبه، نعود نجيبه في صفر، تعوضه بالإي صفر ناقص واحد على إي صفر زائد الاثنان، هكذا. إذن في صفر كم يساوي؟ ناقص واحد على اثنين، إذن ناقص واحد على اثنان، خلاص؟ فهمناها خلاص؟ نعطيكم طريقة، طريقة اثنين ولا لا؟ مش قلتوا، لكن كنتوا فاهمين الطريقة هذه، طريقة اثنين ولكن شوي أطول. إذ أنا نحكي إذا في حالة، في حالة إذا كان العامل مشترك غير ظاهري ولا تروح لك فيه ولا كذا شنو، خلاص. طريقة اثنين يا جماعة، نستخرج، أعطوا لي هذه، نستخرج، نستخرج الآن بدلالة الفئان. شوف معي بيحن. نجيب الآن بدلالة الفئان، نشوف العبارة هذه، شوف معي الطريقة هذه، شوف نجيب الآن بدلالة الفئان. إذن نعود نكتب العبارة، هاي نكتب العبارة. عندي، لدينا، لدينا فئان يساوي، مش عندي الآن ناقص واحد على الآن زائد، فضل ايش قلتي؟ نكمل هنا، نجيبوا الآن تاع المفتاح، صح المفتاح داك، صح فاطمه، صح. نكمل العمليه هنا، واش نديروا هنا؟ المقام تاعها كم؟ واحد، ونديروا جداء الطرفين في جداء الوسطين، كي نبحث عن الآن معايا، واش تولي؟ صح، واش تولي؟ نديروا هذا في هذا، في ان ان، بس كون احتياج يا جماعه، هذه الطريقه لازم تخدمها، لازم راح تخدمها في استنتج عباره ان بدايه ان، راح تخدم هذه، تخدمها، لازم راح تخدمها، تخدمها، صح. نكمل العمليه، واش يساوي هذا في هذا؟ عفوا، في ان في ان، في ان في 2 زائد 2 في ان تساوي اي ان ناقص 1، كمعايا؟ وبعدها عندي انا، نحب انا ابحث عن اي ان، ما انا ندي في ان ونجيب اي ان، تولي في ان اي ان ناقص اي ان تساوي ناقص 2 في ان ناقص الواحد، بين هذه منها. اذا عندي اي ان، اي ان نستخرجها كعامل مشترك، واش تولي؟ اي ان، اي ان نستخرج، تولي في ان ناقص 1 تساوي ناقص 2 في ان ناقص 1، ونجيب هذه منها بالقسمه. إذا إي أن ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 2 في أن ناقص الواحد على كم؟ على في أن ناقص الواحد. هذه القيمة هذه، ولا هذه عبارة عفوا، إي أن، هذه إي أن بدلالة، بدلالة في أن. هذه لما، هذه افتهمي هذا بسيط جدا، نقول لكم طريقة برك. هنا جماعة خرجنا ربع كعامل مشترك. في الطريقة هذه نهز هذه العبارة، نهزها كما هي، ونعوضها هنا ونعوضها هنا. راح تخرج مباشرة، ولكن راح تخرج هنا شوية طويلة لأن فيها قصور. من نطبق الطريقة هذه أفضل، يعني في بعض الحالات إذا كانت مثلا فيها ألان ولا أسية طبق هذه الطريقة تاع كي نجيب قيمة إيان نجيبها نعوضها هنا ونعوضها هنا، لما تعوض تخرج العامل المشترك. هي طيب هنا في الحالة من هذا جت سهلة، لأن يعني جاء العامل المشترك ظاهري بسيط، استخرجناه كعامل مشترك. نظن هنا نختم الحصة لأنني ساعة ونصف وأنا أتكلم بجاه، ما درناش وقت الراحة فقط، معليش. نلتقي في حصص قادمة بحول الله، وفي حصة ودورة أخرى مع منصة أدرس التعليمية، وستكون وهنا راح جماعة راح بإذن الله نعود من جديد بالنسبة للشؤون الأدبية والعلمية، ممكن تكون دورة في المتتاليات نعودها من الصفر،
دورة في المتتاليات ما كملوش اليوم خلاص. إن شاء الله تكونوا فهمتوني، إن شاء الله تكونوا عجبتكم الطريقة. ممكن قلنا احتمال كبير راح ندير دورة في المنصة من المتتاليات الشعب العلمية من الصفر. نعم بها درس وحصص بإذن الله، درس من الصفر من البداية. شو نقول لكم؟ بارك الله فيكم. نحب بس التسجيل فقط باش نتكلم معكم. بالنسبة